انا اعرف يهمني هو البروتينز والفلتر. ليش؟ لان اغلب الديزاين والبروتين هي عباره عن امينو اسيدز، فلازم انا اعرف الامينو اسيدز شو هي، اعدادها، وين تتكون، الستركشر لها حفظ والفانكشن. اذا انا حفظت هذه الاشياء فتسهل علي عمليه الباينينج للبكتير حتى اكون لي الستركشر بتاعت البروتينات، فهمها؟ اوكي. فالمحاضره بالنسبه الاولى للامينو اسيدز، اذا تقنت حفظت الستركشر مالته والفانكشن لكل امينو اسيد، انت بقيه المحاضرات راح تكون عليك اسهل. والكورس الثاني الباث واي يعني كله عباره عن تويجي المعادلات والتسلسلات بالنسبه للباث واي، فاذا ما حافظ الستركشر بالكورس الاول ما من الممكن ان تبدا بالكورس الثاني تكمل الباث واي. فنجي بالبدايه ماخذين يمكن خمسات زيادتي شيء بسيط عن الامينو اسيد. شنو هي الامينو اسيد؟ هي عباره عن مودرن كومباوندز. الاساسي الاترس اللي يدخل بالستركشر مالته هو الهيدروجين والنيتروجين كربون اوكسجين. كيف يتكون الستركشر بالنسبه للامينو اسيد؟ يكون بهذا الشكل. انه يتحقق بشكل الاول اللي هو مجموعه الكربوكسيل اللي هي السي دبل او اتش، والمجموعه الثانيه اللي هي مجموعه الامين اللي هي ان اتش 2. ولكن ما من الممكن انه يكون انت عندك امينو اسيد، يعني اذا ما في مجموعه امين ما من الممكن ان هذا يكون احنا نسميه امينو اسيد. الان هذا نسميه ان تيرمينال، اما النهايه الثانيه فهي السكند سايد نسميه السي تيرمينال. السي تيرمينال والان تيرمينال شو نستفاد من عنده؟ نستفاد من عنده بتسميه السيكونس بالنسبه للبروتينات في الانسان على شكل كودونات. الكودونات هي انه انا مثلا سالت الدي ان ايه او الار ان ايه كم اخذي وكل دي ان ايه الى في السيكونس مثلا تي سي جي هي بوابين ثانيه وهكذا. البروتينات باعتبار انها عندها 20 امينو اسيدز، فمن اجل اكون هيوج نمبر من الامينو اسيدز كان ممكن انه انا احفظها، فقسمناها انه كل اربع امينو اسيدز تتحد مع بعضها شو تكون لي كودون. كودون هون يجي مع كودون مثل يعني صفحات متسلسله تجي الى اربع خمس صفحات من الكودونات تكون بروتين واحد. لذلك احنا ما ممكن ان نقول الستراكشر للبروتينات، وانما فقط نعرف من هي الاقمار اللي تدخل ضمن هذا الستراكشر حتى اعرف الفانكشن كلها والخواص منها واعرف شلون عمليه الرياكشن والبوندنج بين ذيم. ثاني عندي شرطين اساسيه للامينو اسيد اللي هي مجموعه الكربوكسيل ومجموعه الامين. الشرط الاخر هي وجود السايد تشين. هذه السايد تشين هي مجموعه الكربوكسيل بالار، يعني قد تكون هيدروفيل، قد تكون مجموعه روماتيه، قد تكون نيجاتيف تشارج، قد تكون بوزيتيف تشارج. على اساس هذه المجموعه احدد الفانكشن للامينو اسيد. يعني ما من الممكن اذا كانت حلقه روماتيه هي نفسها اذا كانت ليفاتيه، صح؟ ليش؟ لانه كل وحده لها الخواص مالتها اللي تدخل بالتفاعلات. فمثلا اكو فد امينو اسيد يحمل نفس الستركشر مع تغيير بسيط بالاتومز اللي هو درجه الاتش او درجه النيتروجين، لكن هذا مثلا مسؤول عن وظائف الميون سيستم وهذا مسؤول عن السنتسيس مثلا الدي ان اي. شنو هو اللي حكم انه هذا على الميون سيستم وهذا السنتسيس الدي ان اي؟ مجموعه الار اللي موجوده، مجموعه الار اللي موجوده هي خلتها شلون راح يرتبط بامينو اسيد اخر، اوكي، بحيث انه يؤدي هذه الوظيفه. او شنو هي اللي موجود عنده؟ مجموعه حلقيه، مجموعه اوكسجين اتوم، هيدروجين اتوم، نيتروجين اتوم، ذن الثلاثه وجودها هي اللي حتحدد ارتباطه ببقيه الستركشرات وتحدد لي الفانكشن. فاذا الامينو اسيد عباره عن اوبجكت كومباوند تحتوي على السي اتش او ان اتومز وتكون لي ان
terminal where the C terminal, the car box in the enemy, where the car was like, what you are, when you are over, when you kiss you. You know, I say, I am in 19 recently. I don't know what to ship in the over. And you know, I say, you know, what? As far as you. هو مو بالعملية السهلة، يحتاج إلى سنوات حتى يسوي الفيريفيكيشن وفرق عمل وميزانيات دولة لاكتشاف هذا الأمينو أسيد وتسميته. يمكن إجا تيم من الساينتست اكتشفوا إن هذا الأمينو أسيد، ما رأسنا نقول على كل شيء هذا الأمينو أسيد، لازم عدة خطوات أجدادنا يعني ابسطها انه 10 سنين على ما انه ابوي هو هذا ستراكشر اثبته انه هذا امينو اسيد وراح هاي 10 سنين لوات احتاج 20 سنه حتى اسوي كوميونيكيشن له واكلم ويا تفاعلات واثبت انه هو عنده الفانكشن الفلانيه وهكذا فيحتاج الى سنين طويله لذلك نحن نبحث الان فقط 20 امينو اسيد اللي هم مكتشفينها فاول واحد اللي اكتشفوه اللي هو الاسبارجين وراه بعدين اجى السيستين والجلايسين وهكذا الى ان تكون عندي الامينو اسيد. شنو هو قلنا المهم اللي عندنا بالامينو اسيد؟ انه هو المكون الاساسي للسيكونس للبروتين، اوكي؟ اللي هو افتر انزايمات الدايجيشن او اسيد هايدروليسيس اللي يكون لي المكون اساسي يعني اي تفاعل ميتابوليزم انا كل اللي داري اوصله اوصل حتى بعدين ابدي ادرس الميتابوليزم اللي بداخل انسايد ذا بودي. الميتابوليزم هو عباره عن باثواي يبدي بستراكشر مركب، اوكي؟ قد يكون اول ما نتناول احنا مثلا الجلوكوز، فالجلوكوز اول ما تتناوله اول عمليه اللي هي الميتابوليزم اللي لحتى يبدي عن طريق انزيم معين يتحول الى مثلا الفركتوز جلوكوز 1 6 مركب هذا بس اكو فد انزيم يحول من هذا المركب الى هذا المركب. هذا الانزيم اي تحويل به او اي ليل بحيث انه يقل تركيزه او يزيد تركيزه رح يسبب لي عده مشاكل وامراض ديزيز. نجي للخطوه الثانيه تكون لي هو من البدايه مثلا صار عندنا فد انخفاض هذا الانزيم ادى الى انه يكون لي ستركتشر الثاني لانه يكون به فد خلل. قد يكون انه مجموعه الاشياء بدل ما تكون في هذا المكان راح تدخل مكان ثاني سوالي غير في الستركتشر. فاذا الباث واي كله صار عندي غلط والنتيجه من اند برودكت المفروض احصل عليه بصوره صحيحه كجسم صحي انا طلع عندي غلط هذا يؤدي الى عده امراض قد تكون ما تبين على المدى القريب على المدى البعيد اللي هي تؤدي الى الحالات النادره والعرق اللي ينتج بالاجيال اللي تجي بعد والامراض الوراثيه. فكلها سببها شنو؟ سببها اكو فد اختلاف دا يصير بتراكيز الانزيمز
اللي موجوده. هذا الانزيم هو شنو؟ هو عباره عن امينو اسيد، يعني ستراكشر مالته الامينو اسيد اللي داخل هذا الانزيم هو اللي بيصير لي خلل معين. عمليه التعويض هي مو بالعمليه السهله، مثل هاي الامراض اللي نشوف الحالات النادره اللي موجوده تظهر هاي الاطفال ومرور العضلات وهذا الامراض هكذا بالاسبان وهكذا، يعني عدم النطق وغيرها من الامراض المراهقيه والاستعصيه. ليش المعالجه لها تكون مكلفه بحيث تحتاج الى ملايين ومساعدات من الدول؟ لانه هي هذا البايوثيرابي او الجين ثيرابي هو مو سهل. قلت لكم شلون استكشاف الامينو اسيد يحتاج الى سنين حتى اكتشفه. نفس الشيء هذا الدرس مع ما اكتشفوه اللي تكلمتم والانبوله الوحده هي ما محضره مضمومه يعني هي تتلف، وانما تحضر وقت الطلب لها والحاجه لها، وعمليه تحضيرها مكلفه جدا. ليش؟ بالنسبه للجينات والبايوثيرابي وعمليه استخلاصها وتحضيرها هي مكلفه الى حد الحدود ابسط شيء. كونسيومر اللي تحتاجه بالمختبر يعني احنا فعلنا بس مجرد ادوات وفلتر هذه، فتكلف يمكن دفتر دفترين الى ان هذا الشيء فشيء بسيط. بينما الكيميكال كومباوندز لا، الكيميكال كومباوندز اللي هي كيمياء المواد الكيميائيه هذه الدرس العادي هي عباره عن مواد كيميائيه تروح تكلف تكلفنا ما تكلف بالورقه مرتين اذا بدنا نجيب المواد. والكونسيومبل مالتها في المختبر فهي اشياء جدا بسيطه ما تحتاج هذه مثل اللي تحتاجه البايو والجين ثيرابي. اي عمليه حتى ظروف المختبر والمكان اللي تشتغل فيه لازم يكون مكان خاص ما حد يدخله ويكون فيري اكسبنسيف، لانه اي تلوث يؤدي الى تلف. يمكن يطلع لي مو هذا البار من اجل خاصه ما يطلع لي بار الدي ان اي او البروتين اللي عنده في هذا التلوث بيصير بتكون كان طلع عنده هو اللي عنده الدواء عليه اللي المفروض يحطنا داخل الجسم. فبهاي نقدر نقتصر على انه ليش دراستنا للامينو اسيد. زين قلنا احنا اتقسمت الامينو اسيد كلاسيفايد الامينو اسيد الى عده انواع اللي هي طبعا لها كل شيء تقسيماتها حسب السايد تشين حسب الاسينشال راح نجيها واحد واحد او عمليه الكولا او الحشيه اللي تحتويها العناصر اللي داخلها قد تكتب على مجموعه داير قد تكتب على مجموعه سيلينيوم وهكذا. فيتم تقسيمها على هذا الاساس السهوله في الحفظ والاختصار الفانكشن بالنسبه لنا اللي يربط بين ذرات الكربون مثلا بالستراكشر. هسه احنا جبنا كل واحد امينو اسيد هو كنا احنا مجموعه كربون امين في دي ان اي اكو في السيكونس من مجموعه سي اتش سي اتش واحد. هذا السي بي اللي يربط بين دي مش راح يكون تربطه بين عواصر. اول وحده اللي هي حتكون الالفا وراها تجي دلتا جاما وبعدين الدلتا امينو اسيد قوتها حسب ربما من مجموعة الكربوكسيل ومجموعة الأمين اللي تكون موجودة. تليفون ما خلاص؟ تليفون؟ يصير يعني أنا رابط عشرة ممكن نطبق كيسة التليفون حتى لو فات المحاضرة ما يصير. أوكي؟ زين. السايد تشين قلنا يا اما تكون لايكوتيك او سايكل اروماتيك او يكتب على مجموعه الهايدروكسيل او السلفا. طبعا هذه جدا مهمه اللي هي الهايدروكسيل والسلفا ومجموعه الاروماتيك. ليش؟ لانه قد يكون بوزيتيف وانا يجوز اريد ادخل تفاعل بحيث انه هاي البوزيتيف تشارج احتاجها للتفاعل للبايو، او نيجاتيف تشارج انه انا اريد يكون قاعده واريد يكون حامضي، او انه يحتوي على مجموعه ال ان اتش. دائما انا اختار مرافقات الحلقه اللي تحتوي على مجموعه لان هالشيش من تجي التفاعل والتفاعل بسهوله واقدر استعيض عنها، او قد تحتوي على مجموعه الصفر. مجموعه الصفر ايضا كالجالدات مجموعه بالهيمولوجي سينثيسيس نختار امينو اسيد اللي يحتوي على الصفر حتى يجي مكانه يبعد السيلينيوم وهكذا حتى يجي السيكونس اللي يكون لي سينثيسيس بالنسبه للهيمولوجي.
على احنا عندنا هذه ال 20 امينو اسيد اللي هي عمليه حفظها لازم تاكلها هذا الاسبوع ترجع اليوم مثلا وقت فراغك او يوم الويكند تاخذها استراحه شوف تبي السبت شوف تبي تاخذ 5-6 اختراق من الامينو اسيد لا تاخذها كل يوم تدوب ولا راح تعرف تحفظها راح تخرب بيناتك كل يوم اخذ خمسه احفظها باخذها هي الفانكشن مالت الابريبيشن هني بعدين احفظ الخمسه الاخرى شلون اقسمها هسه حاعلمكم شلون انه تحفظها بطريقه اسهل عليك يعني تجمع جماعه هاي واحد جماعه البيزك واحد جماعه البولر واحد وهكذا روماتيه واحد تعرف ان هذه ما حد يعني حتشوف الفرق بيناتهم بسيط شلون انا احفظ هذه الامينو اسيد اول شيء اخذ اول امينو اسيد اللي هو السم الامينو اسيد اللي هو الالينين الالينين الابريفيشن اللي هو راح ياخذ اول ثلاث حروف اول 3 ليترز من السبيلنج مالته اللي هو الاي اف اي بالنسبه للابريفيشن لكن احنا لو تعرفوا تبعوا احنا بالاسئله كان ما نجيب الاي اف اي وانما ناخذ الابريفيشن اللي هو الاي يعني اول الالينين معناته الاي يعني ياخذ اول حرف من الامينو اسيد بما انه عندنا بعد امينو اسيد باتي بحرف بقيه مثلا الارجين ما اخذ اول حرف اللي هو اخذ ثاني حرف اللي هو الار فبالامتحان مثلا اقول لك انطيني ستراكشر النيم الفانكشن للار سي جي فانت لازم تعرف الجي شنو يعني فلاتشر السي شنو يعني سيستم وهكذا كمان الابريفيشن يعتمد على اول حرف او ثاني حرف مرات الثاني حرف ايضا موجود يعني سوى اخذ الار ما اقدر اخذ واحد بادي حرف الار شو يسوي؟ ياخذ اي حرف حتى لو كان نهايه الحرف المهم يكون من ضمن السبيلنج من الامينو اسيد ما عدا الجلوتامين واللايسين واللايسين ذني الوحيدات اللي الابريفيشن هي ماخذه احرف من ما موجوده ضمن الاسكان اللي هي اليو والجي والكي ومستعمله مش على نطاق مش واسع هذه الامينو اسيد يعني ما ماخذه من اول اسبارجي ما يقدر ياخذ هو اخذ ما اخذ الالم قلت لكم يا اما ياخذ اول حرف يا اما ياخذ يعني اكو بعدين راح تشوفون شلون الاس ياخذ من الاشياء بس هذا ان انا ما اخذ الالم ياخذ اي سكان موجود عندهم بعد ما نحكي واحد واحد بس بعد احنا بالالم بس انا راح احكي شلون الابريفيشن مالتها فواضح الالينين اللي هو يعتبر السمبل امينو اسيدز اوكي ليش؟ الستركشر مالته حقق لي اول شيء اللي هو مجموعه السي اوكي سي اتش مرتبطه مجموعه كاربوكسي ومجموعه ال مش مرتبط بمجموعه الار الفانكشن ايه سي اتش اوكي 3 هذا سي اتش 2 هذه المجموعه اقدر ادخلها بتفاعلات بسيطه تحت يعني تفاعلات الهيدروفيلك فلذلك احنا رامزينها احنا ايش ليش يعني بس باخذ مجموعه بدل اللي مرتبطه به لا مجموعه او لا مجموعه او ايش لا مجموعه ان وهكذا يعتبر من الهيدروفوبيك لو نجي على الارجينين اللي اخذ السبيلنج من الابريفيشن اللي هي الار اوكي فهنا الار اللي هي الارجينين الاجل ستراكشر مالته هو اللي هو نفس الالين ما هو يحتوي على ثلاث رجالين هذه اضافه الى سي اتش 2 سي سي اتش 2 سي اتش 2 يعني انا دائما اخلي عندي الالين الاول واحد واضيف عليه الالين واضيف عليه فالارجينين اللي هو الار يحتوي على الالين سي اتش 2 سي اتش 2 وثلاث مجاميع ان اتش لذلك الارجينين يدخل بالضبط كل تفاعلات الميتا بوكسين قصة البروتينات هي شحنة شحنة موجبة تهيئ له الظروف بحيث انه يدخل هذه التفاعلات الاستبدادية ويبدل
الاتش اللي موجوده او يستحدثها بحيث انه يكمل لنا عمليه الكالكوليشن ويوصل الى الاستقرار. اسبارجين سجل اسمك غيره مسحين اسمك. الاسبارجين مزدانة عن سؤالك انه ليش مزدانة غيره؟ يعني انا عندي انا السيريز اخذت الابريفيشن الى رقم حرف الاس فما اقدر هنا ياخذ لا اي ولا اس اخذت الان ولا حتى ياخذ الى الكولين بي وهكذا. فهو المهم انه ياخذ سبيلنج موجود، واذا قلت لكم فقط الداخل انه موجود سبيلنج الاسبارجين. الاسبارجين هو يحتوي على مجموعه السي دبليو او اتش ومجموعه الان اتش 2 اضافه يعني الالين، ويحتوي على مجموعه الاو والان اتش 2. مجموعه الاو شو تهيله؟ تهيله الى نيجاتيف تشارج، مجموعه الان اتش 2 تهيله الى بوزيتيف تشارج، فمعناته انه هذا الكومباوند هو عباره عن بولر. فبالامتحان مثلا اجيب لكم اقول لك اعطيني التو امينو اسيدز تكون هي بولر او نون بولر، فانت لازم تعرف التشارج. بالاضافه الى انه هسه بنجي نفس البي اتش والبي تير لازم تعرف من ما تقرا الامتحان ستراكشر مالته، لازم تعرف ستراكشر مالته شنو هي الشحنات اللي هي موجوده بالجداول الباقيه اللي هي نيجاتيف بوزيتيف تشارج، حتى تعرف شنو هي عدد الشحنات الموجوده اللي تستفاد منها بالسيبريشن بين تو امينو اسيدز اللي يسوونها عمليه الكروماتوغرافي يفصلون تعتمد على شنو؟ تعتمد على تشارج، اوكي؟ فانت لازم تعرف وقت على بوزيتيف او نيجاتيف من هو الاول اللي يلعب الفصل، لان انا يهمني عمليه الفصل بالسيبريشن بالنسبه للبروتينات حتى ارجعها الى مكوناتها الاصليه او الاحماض الامينيه خليط من عندها، اعرف من هو اللي ينفصل اول، اعرف من هو عن طريق المولكيولر ويت والتشارج. اذا كان بوزيتيف او نيجاتيف راح تكون في المناطق اللي احنا نعرفها. الاسبارتيك اسيد، الاسبارتيك اسيد اللي هو اخذ من عندنا بس اثنين هم اسيد اللي هي الاسبارتيك اسيد والجلوتاميك اسيد. الاسبارتيك اسيد اخذ حق دي اللي هو من كلمه الاسيد ويحتوي على الالمين اضافه الى الاو والاو. شنو الفرق عن الاسبارجين؟ انه فقط بدون كلام هنا من اجل ساحفظ هذا الاول خمسه، هذا نفس الاسبارجين الاسبارجين الاسبارتيك اسيد نفس الستركشر ما عدا انه هذا كان مجموعه امين، هذا كان مجموعه او اتش، وهذه او اتش ينقطها الخاص سوري يحتوي على مجموعه او اتش وهذا يحتوي على مجموعه الاتش، وهذا يكون بولر وهذا يكون هو الاسيد، اوكي؟ فيدخل التفاعلات الحامضيه اللي موجوده. السيستين، السيستين اللي ياخذ الابريفيشن الى اللي يكون هنا السي. السيستين ميزته عن اول خمسه انه يحتوي على مجموعه الالين اضافه الى مجموعه ثايرو. السيستين هاي مجموعه الثايرو لها فد خاصيه انه يقدر يدخل مع بقيه تريس إليمنت اللي موجودة داخل الجسم يتحد بيها ويستبدل ويكون الليجاندا بحيث يعطيني أمينو أسيد إضافية يستفاد من عندها الجسم، مثلا سيبينو سيستين سيبينو ميثيونين، مثلا هنا ميثيونين اللي يحتوي على مجموعة الأس الثايرويد أيضا يقدر يستفاد من عندها بحيث إنه يكون يستبدلها بتريس إليمنت موجود يكون لنا الليجاندا. هاي الليجاندا تساعدني بالسنتسيس بين الهيموجلوبين الدي ان اي الار ان اي وهكذا. احتاج الى بعض العناصر، شلون انا عمليه الاتحاد مالته والرياكشن يكون بهالطريقه. فاذا عمليه اختيار الامينو اسيد ما كان هو مثلا هذا البروتين متكون من هذا السيكونس من الامينو اسيد، ما كان هو هي اتش دايركتلي وراندم وهاي، لا، لكل واحد له وظيفته اللي تساعده. مثلا يعني من اريد اربط هذا مع هذا لازم انا اطلع عن فانكشن جروب امكانيه البايندنج، هل هي حتى اذا كان اكو امكانيه للبايندنج، هاي البايندنج ضعيفه لو قويه، اذا كانت ضعيفه معناته راسا تكسر فما تفيدني، لازم تكون البايندنج الى قويه. كيف اعرف هذا البايندنج؟ انه في ستابس كروس ناس مالت الكيتي لازم تكون كل ما تقل الكيتي لحام، كل ما الكيتي تقل معناته البايندنج يكون قوي، يعني ارتباط
واحد بالثاني يكون قوي حتى يصير ستراكشر كبيبتايد او بروتين. طبعا 2 و3 امينو اسيد تكونوا تاو من اكتش بروتين يعني 10 و4. اوكي زين هسه هاي هنا اكو سؤال على اول خمسه يمكن الجلوتاميك اسيد. الجلوتاميك اسيد اللي هو كله اقل اكتيفيشن اللي هو جي اي هو اي اللي هو ما موجود منظمه الاكتيفيشن. الجلوتاميك اسيد يحتوي نفس الستراكشر للاسبارتيك اسيد باعتباره انه هم اثنيناتهم ما عدا انه صاير مثل المجموعة CH2 زائد عن اللي موجودة بالأسبارتيك أسيد ونفس مع OH و يعني فقط جروب واحد زائد. فهيك أحفظها يعني أخذ ذول الاثنين نفس الستراكشر بزائد هذا هذاك نفس الألمين بس أحفظ CH أنا شبه هذا أحفظ وهكذا أنت كيف شلون تبدي وتستوعب وتقسمها أنت قسمها واضح؟ الجلوتامين. الجلوتامين جدا جدا مهم لعملية تكوين البايلوت بالنسبة للبروتين حتى باختيار البايلوت و استخدام البروتينات انه نحسب ايش قد عدد السيكونس الجي والجلوتامين اللي موجودة يعني نعطيها استمرارية أكثر للبروتينات اللي تحتوي بالستركتشر مالتها بالبريونات على الجي اللي هو الجلوتامين. الجلوتامين كونه يحتوي على مجموعة ام ومجموعة او نيجاتيف بوزيتيف تشارج. اوكي فيعتبر هذا الستركتشر جدا مهم. هسه تقول لي شنو فرق عن الاسبارجين؟ هو نفس الشيء هذا او ام اتش وهذا سي اتش تو. مجموعة السي اتش تو اللي موجودة هنا تهيئ لي انه يقدر يرتبط في حالة لو كان الاو ان اتش تو من داخل تفاعلات استبدادية مو مثل الاسبارجين اللي هذا كان متحد وصاير يعني تكون عملية الستركتشر مالته الرياكشن مع البقية تكون أقل مما هو في حالة الجلوتامين. بالإضافة إلى أن الجلوتامين عندنا استقرارية أكثر للبروتينات في حالة وجود الكمية كبيرة يعني تركيز السيكونس من جي 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 موجودة بالبروتين ينطينا إلى هذا البروتين يكون كلش الفانكشنال تقل كلش مهم بحيث العمليات الميتابوليزم والحيوية الموجودة داخل الجسم. الجلوتامين إضافة إلى أنه بولار الجلوتامين اللي هو ياخذ الأكتيفيشن جي والستركتشر مالته هو نفس الألمين ما عدا استبدال مجموعة سي اتش 2 بمجموعة اتش اتش اتوم يعني فقط يحتوي على اتش فلذلك دائما التفاعلات الجلوتامين تكون قليلة لأنه فقط معناته أسوي ريموفر للاتش مع عامل أمين آخر يحتوي على او اتش يسحب الاتش 2 او اوكي يعني تتحد مجموعة الاتش من الجلوتامين لما تتفاعل مع الجلوتامك اسيد الاتش والاو اتش يسوي لها ريموفر ويتحد هذا ويا هذا ويرجعونه فقط في هذه التفاعلات اللي هو يكون اسهل عليه لكن ما يدخل تفاعلات استبداليه ولا تقويم البندات وسينتسيس وهذا. المسكاتين المسكاتين كلش نسميه سيمي اسينشال اميناسيد يعني هو موجود بداخل الجسم لكن التركيز مالته ما يحتاج انه انا اخذه اضيف عليه لتكوين حتى يصير الفانكشن مالته. بما انه يحتوي على مركب حلقي اللي هو هذا ويحتوي على مجموعتين من ال فيدخل تفاعلات كثيره وحتشوفون الفانكشن مالته كلش يعني يحتوي على يدخل بعمليات ايديه كثيره لانه يحتوي على مجموعه حلقه اول حلقيه السايكليك اللي هي الار جروب وايضا على مجموعتين من الان. الايزوليوسين يعتبر هيدروفيلك ويحتوي على مجموعه ثلاث مجاميع من السي اتش 2 والهايتين هي
المادين مجموعة لكن في التفاعلات الايزوليوسين واليوسين تكون بسيطة. فرق الايزوليوسين عن اليوسين انه من اسمه ايزوليوسين معناته الايزو اليوسين يتؤدى على مجموعة اضافية من ال CH2. اللايسين هو عبارة عن ابليكيشن اللي اخذ اللي هو الكي ويكتب على سيكونس من السي اتش اللي مجموعه النقيه سي اتش يعني الميزا سي اتش سي اتش سي اتش سي اتش 2 ومجموعه الامين ويقدر هاي مجموعه الامين تكون تفاعلات تتحد مع ايضا الامين وزن اخر وتكون لي البيبتايدات بكل سهوله. اوكي المثيونين المثيونين قلنا هم الوحيد هو والسيستين بيطلع مجموعة الفاير. المثيونين من اسمها ما دام الفاير مجموعة الفاير فعملية الكشف عن ناس تاخذ المختبرات عملية الكشفات عنها جدا سهلة بالنسبة للمثيونين والسيستين ليش؟ لأنها تكشف على مجموعة الفاير على عكس بقية الأمينو أسيتيلين والفاير تكشف عن مركبات حلقية شوف عن مركبات مجموعة المثل هيدروكربونين اللي موجود عليه يعني نهاية السلسلة. فالميثيونين والسيستين تحت شوف يتكون راسك يكون سكيت له لونه أما رصاصي الأزرق يعني لون نيلي على رصاصي ومعناته الميثيونين وهي الوحيدة وظائف اللي راح نجي عليها نزلنا بعمليات المتنفس. فنم أنينين من اسمه فنم أنينين معناته أنينين هاي إضافة مجموعة فنم لكن هاي مجموعة الفنم تكون هي مشبعة زين. ليش دائما هذه المركبات اللي يجي أنا أريد أحضر الكمبونز أو مثلا أنا أريد أكتشف الستركتشر الكمبونز معاها أستخدم مثلا الدواء ما أدري مثلا ليش ما تتنسى أي شيء أميل إلى المركبات الحلقية الأروماتية. ليش؟ اوكي هي مشبعة يعني شنو؟ مستقرة ليش؟ ليش هي مشبعة؟ فقط استقرار والريزونانس الطاقة استقرار. ليش؟ ليش مستقرة؟ ليش هذا ما مستقر؟ ليش هذا مستقر؟ شو ساعدني؟ سوتي روزن صارت مشبعة بس عندي أنا مركب مستقر. هذا شو الفرق؟ هاي لسه أنا أجي أنا لسه طالب ماجستير وطالب مليون هاك مسوي بروجكت وسوي لنا دراكس أنتي كانسر. أول ما يدخلوا بعضي يقول أنا طالب حاجة أشتغل على هذا العالم هذا أكيد أنا حاجة أخذ هذا. ليش؟ لأن كونه مستقر أكثر من هذا. ليش هذا مستقر أكثر؟ ليش استخدمت الحلقية؟ سنرجع نقطة الصفر يعني هي مستقر ليش مستقر؟ أنا هسه قاعدة في البيت وعندي حماية فمستقرة وغير قاعد ما عنده سياج زين؟ عافية المركبات الساكت الرومانسية الحلقية اسمها هي ليش مستقرة؟ ما تقدر تهاجمها مركبات اخرى وتفك الحلقه وتدخل تفاعلات اضافيه بينما هذا السر اي مركب يقدر يسوي استبدال يستخدم هذا لا هذا كامل مغلق حلقه لذلك الميل دائما بالمركبات التفاعلات والنهايه الى الستركشر تكون مغلق حتى لو كان مثلا هسه انا اخذ الاربعه امينو اسيدز دائما اختار مركبات بحيث اغلقها اسويها حلقه اغلقها ما يجي بعد اي شيء يجي يدخل لي منها يكون وياها تفاعلات. ليش؟ لان هاي التفاعلات انا لما اجي اختار اجيز نظريا انت جاي تسوي مركب يعني نظريا تسوي تفاعلات انه هذا الفعاليات لكن عمليا هي بداخل الجسم انت ما تعرف ايش راح يصير يمكن راح يجي يشتغل لنا يمكن راح يجي يشتغل لنا يمكن راح يشتغل لنا هذا يبقى مثلا مفتوح بس منا على الاقل انت ضامن انه هو ما راح يفتح لك الحلقه ولا راح يدخل بها هذا مجرد على المركبات اللي موجوده راح يسوي الرياكشن مالتها واضح؟ البرولين يعتبر هو
اسهل مركب حلقي اروماتي من الامينو اسيدز. ليش؟ لان هي اصلا مجموعه الامين ومجموعه الكربوكسيل دارت مرتبطه بسويه مجموعه خماسيه وداخل ال اتش من ضمن الحلقه اوكي ومتكون بالستراكشر بالنسبه للكوليا. السيرين نفس الالين ما عدا انه هو احتوى على مجموعه او اتش اوكي ما عدا انه احتوى على او اتش بدل مجموعه اضافه الى مجموعه السيرين النهايه الموجوده ب. هذا من الدكتورة. من هذا يا حد سيدي. التتش بالحاسب حركي حركي اي اضغطي بس لكن احنا من عندي يوجد نمبر شو سوي من داخل هاي المجاميع الاشبيال
and SPLC from Professor Gabriel Tamari, Balani Pinkat. يمكن واحد يعني عبارة عن مقال موجودة إن شاء الله بالدراسة الحرية في الجامعة بحيث إنه يتم الكشف عن سيكونس أي مركب ما في شيء ما نقدر ما نطلع أي إضافة تف نقدر نطلع إنه منين تكون وهل هو مرتبط ارتباط قوي أو ضعيف. إحنا عندنا بين مجموعة الكربون عندنا درجة عن الهواية وسائل الحمض مجموعة الكربوكسي ومجموعة الأمين مرتبط بأول مجموعة كربون اللي هي التركيبات المحاضرة اللي هي تكون ألفا وبعدين يجي بيتا وجاما ودلتا وهكذا إلى النهاية قوتها كل ما نختلف من مجموعة الكربون ومجموعة الأمين المشاركة الأساسية في الأمينو أسيد وليس الأمين الثانية هذا فرق هذا مجموعة فانكشن جروب وهذه الأمين هي مجموعة الكربوكسيل جروب اللي هي تكون سايتشن سوري الانترنال اللي اكثر تكون قوتها اللي هي تكون الفا اقوى الارتباط مع الهند زين احنا سنجي نقسم الجدول الى اسهل حكمنا انه نعرف من هي الامينو اسيدز بس اشوف الوقت وين الغياب؟ وين الغياب؟ لا ما طيب نعم ليش تقول ليش محافظ للساعة؟ زين هسه نجي احنا عندنا لو اجبرنا على كم امينو اسيدز كان في 21 امينو اسيدز اوكي وليس 20 امينو اسيدز راح نشوف وين هذا ال1 امينو اسيدز اللي هو باقي 21 امينو اسيدز قسمناها الى اول امينو اسيد اللي هي تحتوي على الشارج قد تكون قسمين نيجاتيف تشارج وبوزيتيف تشارج البوزيتيف تشارج اللي هي دائما الامينو اسيد اللي تنتهي ب ال ان اتش 3 هي ايش يعني هاي تحتوي على مجموعه الان تحتوي على البوزيتيف تشارج هذا شو تساعد انك تدخلي بالتفاعلات اوكي اللي هي راح تستبدل مجموعه الهيدروجين يعني لان القابليه هي مجموعه الرياكشن ويساعدني ان احنا نسوي عده تايتريشن هيدروجين ويكون التفاعلات اللي هم الار جي بي الهيستادين والاسين هذول الثلاثه فقط اللي هم البوزيتيف تشارج النيجاتيف تشارج اللي هو الاسبارتيك اسيد والجلوتاميك اسيد اللي معناته احنا حنين هي اسيدك امينو اسيد يعني حوامض امينيه حاميه اللي شلون عرفناها عن طريق وجود مجموعه الاو اللي هي تحتوي على النيجاتيف تشارج ايضا اقدر اقسم اسوي كلاسيفيكيشن للامينو اسيد عن طريق انه ان تشارج يعني احنا هسه عندنا بوزيتيف تشارج عندنا نيجاتيف تشارج اللي هن خمسه وين بقيه ال 15 اوف امينو اسيد رح ناخذهن اللي هم السيرين ثريونين اسبارجين وجلوتامين ذني تكون تحتوي على ما تحتوي على اني تشارج ليش؟ لان يعني تحتوي على مجموعه امين تحتوي على اوشتاب المشبعه انا اشتو وليس انا شتري اللي هي موجوده بالبوزيتيف تشارج بعض الامينو اسيد عندنا سبيشال كيس وين قاعدين احنا؟ هاي آخر محاضرة أقبل طالب يدخل في المحاضرة ورا وآخر مرة أقبل إنه طالب يدخل يقول يا إذا ينتظرني الجدول واضح يخلص ساعة 2:30 يعني أنا حاطيكم أوكي اليوم أطلع ممكن ما يخالف بس ما طالب قاعد محاضرة وأطلع إحنا قاعدين ترى لا بقهوة ولا قاعدين ها وبعدين انتم صف ثالث وصف اول حتى تجين عليكم، يعني صار لكم سجن هاي السنه الثالثه. اوكي؟ الغيابات عليها درجه. اذا كان العام انا اخذت كورس واحد بهالسنه لان انتم هوايه. من ال 25 درجه ل 30 درجه اللي راح تاخذوها من انقص الغياب مو مثل الحضور، يعني تنقص من عنده من نص درجه ترى كل شوية على النهائي. يعني غيابين درجه. اوكي واحسبها على الساعات يعني ثلاث ساعات ليش انتم مقسمينهم محاضرتين مجموعتين جروب ساعتين جروب ساعه ف
في الثلاث ساعات يعني درجة مال محاضرتين يعني مو محاضرة واحدة أوكي؟ هم ما حاطين فاصل، هم ما حاطينكم فاصل، أنا أمتلكم مثلكم، بعد أن يوم الثلاثاء عندي ثلاث ساعات وعندي جروب كل واحد على ساعة ساعة. أنا كملنا هذا الفاصل. شنو كملنا؟ لا تكمل كمل. إلكتروني. لا علم لا يكمل. إلكتروني جدا مزعج مستعجل. حتى تنام وأنا بجرب. عندنا سبيشال كيسز. سبيشال كيسز شنو معناته؟ عندنا بعض المجاميع صدقوا. عندنا بعض المجاميع اللي هي مثلا لو اشوف اول واحد اللي هو السيستين يحتوي على مجموعه ثايرويد اس اتش. والسيلينو سيستين اللي هو مجموعه السيلينو اس اي اتش. شلون صار عندي هذا ال 21 امينو اسيد اللي قلت لكم السابق؟ انه دخل هذا التفاعل نفس السيستين لكن استبدل مجموعه الثايم بمجموعه السيلينو سوالي قال ليش؟ لانه حيستفاد من عندها بالتفاعلات اللي هي الهيموغلوبين سينثيسيس حتى يكنك ويا الاحماض الامينيه الاخرى ويستبدل هذه مجموعه السيلينو ومجموعه الثاير ويسوي لي سينثيسيس للهيموغلوبين. مجموعه الجلايسين اللي هي فقط انه تحتوي على مجموعه الان اتش والبرولين اللي هو قلنا يحتوي على اللي يقول بولاريتي سوري البرولين اللي هو يحتوي على مجموعة الحلقية للبرولين رأس الدارك يعني سي دبل او اتش ورأس الدارك الان اتش من ضمن الحلقة للبرولين هذا نسميها سبيشال كيسز. التصنيف الاخر اللي هي على السايد تشين اللي هي بالنهاية شلون راح تكون هذا التصنيف؟ لو اشوف الالينين مجموعة مثل الفالين الايزوليوسين واليوسين كل المجموعات مثل ابدين الكتروني مجموعه ثايول والفنر الثايروسين والتريبتوفان هي مركبات حلقيه فاذا يعتمد على السايد تشين اللي هي مجموعه الار جروب انه اصنفها وهكذا. هذا الجدول اللي حفظ لكم انه شلون راح تقسم حفظك للستركتشر اوكي. أو في بعض الأحيان تستفاد من أن اللي ما يعرف أنه البوزيتيف وين يكون والنيجاتيف فيرجع لهذا الجدول حتى يعرف البولارية مال كل حامض N. التصنيف الأساسي للأمينو أسيد اللي هو راح يتكون عندي من 3 كلاسيفيكيشن أوف أمينو أسيد اللي هي الإسينشال أمينو أسيد، النون إسينشال أمينو أسيد والكونديشنال إسينشال أمينو أسيد اللي تكون في بعض الأحيان ضرورية أو مو ضرورية. ما معنى إنه إحنا عندنا essential amino acid؟ essential amino acid معناتها هي الأمينو أسيد اللي ما موجودة عندنا سادت يعني ما يصير لها synthesis ما يصير لها تكوين في داخل الجسم وإنما أحتاج إنه بيكون supplement مالتي دائما أنا أتناوله بحيث يكون التركيز النهائي اللي أنا أحتاجه. داخل الجسم وافي وكافي اللي هي اليوسين ايزوليوسين لايسين ثريونين ليكونين كولينين فالين والتريبتوفان. هذني الامينو اسيد هو الاسم ايضا مرات وقت الامتحان ما شاء الله انه اقول اسينشال امينو اسيد اندسبنسبل امينو اسيد. اذا عندنا مصطلحين للامينو الاسيد هي اسينشال واندسبنسبل امينو اسيد معناتها هذه هي الامينو اسيد كومباوند اللي تكون ما موجوده واني راح اخذ بعض الاحيان تتبع انظمه غذائيه بحيث انه هذا النظام يعني ما اخذ بروتينات ما اخذ كربوهيدرات ما اخذ هذا النوع من الغذاء مثلا يعتمد على نوع معين من الغذاء. بهالحاله انا ما راح انطي جسمي الكفايه من هذا الامينو اسيد. في حاله لو انا
صار عندي فد نقص باليوريك والايزو يوريك اسيد، شلون راح يتعوض هذا بعمليه الميتابوليزم؟ هو الماء ضروري انا عندي يدخل بتكوين التفاعلات والانزال حتى يحرر، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي نقص. وين يصير عندي نقص؟ نقص بالتفاعلات اللي تكون يعني التركيز الكونسنتريشن مثلا بهذا الانزال اللي يحول من هذا التفاعل، هذا التفاعل راح يصير بنقص. وبالنهاية راح يكون عندي الستركتشر اللي راح ينتج راح يصير به خلل اب نورمال. من صار به اب نورمال راح يصير عندي اني ديزيز. ولذلك لما يصير عندي مو انت اذا سنتين مثلا مسوي نظام غذائي مانع نفسك مثلا هذا الجماعه الكربوهيدرات مانع نفسك من الكربوهيدرات او منعت نفسك من البروتينات يا محزون طبعا. فأنت راح يصير عندك قلة طبعاً. النواتج مالته ما تظهر سنة سنتين، لا على مدى 10 سنوات، 5 إلى 10 سنوات يلا تظهر الحالة مالته. ومرات بعضها تجي الجيل البيبي اللي هيجي أكيد بيفت خلل عوق معين بنتيجة هذه الأشياء اللي هي عدم انتظام النظام الغذائي الصحيح اللي إحنا أخذناه. أني مثلاً ليش من يصير عند الزبولار روح حل الفلان هاي التيستات اللي تأخذ هاي التيستات شنو يعني كلها عبارة عن إنزيمات تقيسين. فالإنزيم بيقول لي مثلاً أكو نقص يعني أقل من الطبيعي أزيد من الطبيعي، هاي زيادة نقصان من جاية جاينا أكو أنت من البلاد وخلي عندك ليزر قد يكون هذا خلل سبب ولا pollution free radical أوكي يعني توكسيسيتي العوادم قد تكون هذه تأثر لأنها تتحد بالجوانب وقد تكون تأثر من أنظمة غذائية اللي أنت تأخذها اللي هي الغلط وأغلبها يعني هاني واحدة من الناس اللي ما أقدر أسيطر على أولادي من ناحية الغذاء لأن هم ما تغذى في العالم ما تغذى غنم في العالم فلا هذا الهمبرجر اللي لعب النفس مالت السوق هذه يعني أنا هو شيء الصبح أقعد آكل جبنة وشوية صمونة وبيض وأشرب شوية قلاص حليب وأرجع الظهر آكل روح ملازم جبنة وكل مرقة فيها شوية لحم فيها دجاج أوكي ويا الصمونة وبالليل آكل فواكه إذا أنا بعمل دايت مو أحسن ما أنا أظل حارمة نفسي من هواية أشياء على مود الرجيم اللي بسرعة إنه أنزل وبس انزل ورا الشهر الله وكيلك ارجع كما كان وازيد. ليش؟ لان الجسم جوعان يريد قابليه تتركته الفتره هذا وهذا. لذلك انه كل شيء امشي فيه ببطيء يكون افضل من ما السرعه اللي هي اصلا تعطينا سايد افكت. خصوصا انا احضر دائما من هذا نظام الكيتو. ما شفت وحدة استعملتها لما اسم الله اسم الله عليهم لما صارت بريسكنس وصارت دراسات إلى عالية جدا كل شيء هواية وبالعلاقة بين البريس كانسر ونظام الكيتو كربوهيدرات والبريس زين نرجع إلى عندنا الاستاتين اللي قلنا الاستاتين هو من الأمينو أسيشيال أسيد سمي أسيشيال أمينو أسيد اللي هو طبعا يكون بلا كلام ما بالضرورة إنه الجسم دائما هو يكون محتاجة يعني أكو أمينو أسيد محتاجة بشكل يعني يومي الجسم حتى يكمل تفاعلات الآيدية أوكي منهم اللي هو الجسم يسوي سنتيسيس منه أسيشيال أسيد ومنهم اللي أنا قاعد ناوي لكن أكو بعض الأمينو أسيد يسوي أسيشيال أسيد عندنا موجودة بس أنا ما محتاجة يومي فإذا نتكلم من عندهم هم من يسوي يعني ما يحتاج إنه أنا آخذ الفود اللي تكون موجودة لو كان تركيزة وما محتاجته هذا نسميه اسمي essential amino acid. الآخر أخير واحد اللي هو non-essential amino acid اللي هن الألينين والأرجينين aspartic acid والسيستين الجلوتامين acid والجلوتامين كولين بلازم تيروسين والسيرين هذني يتكون من داخل الجسم أكلت ما أكلت هذه كلها أصلاً موجودات داخل الجسم ليش؟ لأن هذني يدخلن بالتفاعلات الآلية فعملية عملية نقص بها يعني مو مثل الإسانشيار أي عملية تحسن تؤدي إلى خطورة فلذلك هي أصلاً الجسم يكونون حتى تبدأ يمشي التفاعلات الآلية بطريقة صحيحة
بينما الاسنشال امينو اسيد يعني تاكلتها تاكل اوكي هي ضروريه بس مثلا في اليوم ما اكلتها اكو مثلا عند الخزين او مثلا موجوده تقدر يعوض عنها بس اذا صار نقص بهذني ومثلا انت ما متناوله لا هنا راح يصير عندي خلل لذلك هي احنا نضمن انه هو يكون تكوينها موجود في داخل الجسم ايضا ارجع واقول تكوينها هم يعتمد على نظامك الغذائي هم اذا قللت فيه يصير فيه الخلل بتكوين الانين والارجينين وهذا يؤدي الى خلل عمليه الميتابوليزم فهذا احنا نسميه الاهم الكلاسيفيكيشن الامينو اسيد اقدر اضغط ايضا اصنف الامينو اسيد ايضا اقسم الامينو اسيد الى عندنا خمس جروبس فايف جروبس اللي هم يعتمد على السايد تشين اللي موجوده فيها مثلا اللي تحتوي على مجموعه السيلفر الثايرويد فمعناتها ان هي سيستين والبثيولين فقط اثنين فمن الافضل ان اللي تحتوي على مجموعه السيلفر هي السيستين والبثيولين هي تحتوي على ناتشرال امينو اسيد الاسبارجين سيرين الثريونين والجلوتامين يعني الستركشر مالته هو يكون ناتشرال اما البيزك والاسيد فاحنا قلنا اثنين فقط عندنا اسيد اللي هم الجلوتامين اسيد والاسبارتيك اسيد والبيزك اللي هو الارجينين واللايسين يعني على مجموعه الار اللي موجود بس الالفاتيك امينو اسيد اللي هم اليوسين ايزوليوسين لايسين فالين الين والاروماتيك من الثلاثه اللي هم الفنيلالانين والتريبتوفان والدايروسين هذه اذا حالت اعتمدنا على السايد تشين اكو تقسيم اخر اللي هو البولار والنون بولار امينو اسيد ايضا اقدر استخدمها كتصنيف وهذه كلها قلت لكم شنو يعني بالامتحان ما يجيب يعني نعتمد على السب جروب اللي موجود وليس انه انا دايركت اقول لك انطيني فانكشن مال الثريولين لا ابدا اشوف انت فاهم شنو معناته البولاريتي شنو معناته البوزيتيف تشارج شنو معناته النيجاتيف تشارج شنو معناته الاروماتيه فحتى اني اعرف انه انت فاهم هذا الستركتشر شنو هو اعطيك اياه بهذه المميزات بحيث انه تاخذ تكتب لي الستركتشر مالته والفانكشن راح تشوفون انه الفانكشن مالته ايضا يعتمد على مجموعه هذه الار جروب إذا من الكويت أمينو أسيد نقسمهم إلى أيضا البولر والنان بولر والأسبيك أن بولر وأيضا البيزك أن بولر وكل واحد نعطيكم من عنده الأمثلة استراحة ملك الأمر هسه نجي بعد ما أخذنا ستركتشر أمينو أسيد نأخذ الفانكشن أيضا نقسميه على شكل جروبات وغرف التمرين. تريد تحفظ الستراكشر على أساس هذاك الجدول. تريد تحفظه على الأساس. لأن صح. المهم أنت عارف كم ذرة كربون موجودة. عملية ارتباط الأواصر بين الكربون والأكسجين هو المكتوب بشكل صحيح. يعني من هنا مكتوبة لأن معناتها هي الإنج أوكي؟ فالسي معناتها مرتبطة بالإن مو تكتب لي الإتش والإن طايرة اللي فوق أحط صفر ليش؟ لأن الإن مرتبطة بالإتش مرتبطة معناتها غير ستراكشر فأنت بإلى إنه أكتب ستراكشر بالشكل الصحيح أوكي؟ ناخذ أول واحد اللي هو الإن بولا ونكتب السيديو معناته يحكي النهاية هي كوريستي يعني النهاية بالنسبة للترمينال للأمينو أسيد الجلايسين الجلايسين يحتوي على سلايس دي إن إيه رابط يوز ديفرنس أمينو أسيد يعني إحنا قلنا الدي إن إيه عملية السينثيسيس اللي هو طبعا الدي إن إيه تتكون من نيوكليوتايد فاكتينين على البروتين هو البروتين تتكون من الدي إن إيه تتكون من نيوكليوتايد أوكي هي الموان الثاني وهذا عملية حتى اسوي مقاطع من عنده اساس تكون لي ديفرنت امينو اسيد يدخل لي الجلايسين من ضمنها وايضا جدا مهم
في عمليات لانجوجينيك امينو اسيدز اللي هي الميتابوليزم اوف الجلايكوجين. هذا اول واحد اللي هو هرمون فولا. اذا الى روبين فيل اللي هو اكسبريسيف امينو اسيد، وان الروبين فيل الثاني اللي هي انه الكورس الثاني الباث واي كامل شلون ادخل بعمليه هذه الميتابوليز. الالينين من نشوف هذه تكون المثلث، يعني عمليه الدرعيه خط عمليه اواصر تكون باللون الطاق او تكون شرطه، والا الطاق معناته الامامي، لان هذا على اعتبار الستركشر الوحيد، هاي معناته الامامي، اللي بشرطه معناته اللي هي تكون خلفيه. اوكي؟ الالينين جدا مهم في تخلينا عمليات الحركات اللي هي الامبورتنت سورس اوف انرجي اند ماسلز، يعني الباث واي يدخل الجلوكوزيس والجلايكوليسيس اللي تكون في المصاص مهم لان الكورتكس تشتغل بين من اي تي بي، لان احنا هذا اهم نقطه نريد نوصلها هي عمليه المحصله للاي تي بي، فيدخل من الالينين في مصدر للانرجي للمصرف، وايضا موست امبورتنت اوف جلايكوجينيك امينو اسيد، معناته احنا الالينين والجلايسين يشتغلون بيناتهم بعمليه الجلايكوجينيك اوف امينو اسيد. اوكي، ايضا يدخل عندنا الشوجر ميتابوليزم. البرايمري امينو اسيد الشوجر ميتابوليزم، معناته انه فقط في دايت الباثواي بالنسبه للشوجر ميتابوليزم هو راح يدخل، اما التكنيك اذا اساسا هو للبدايه لازم يكون المستوى مال المستوى الطبيعي حتى يكمل التفاعلات تكون ستركشرال كليه بالطريقه الصحيحه. بوست هرمون سيستم باي بروديوسينج انتي بودي اللي هي اهم نقطه، انه الالينين كونه يحتوي على مجموعه من الالينين هو اقصر أمينو أسيد داخل تدخل للتركيز الأنتيبوديز المصاص، وإنما development of muscles يكون موجود في بالامتحان من اعتبار موجود function، إذا هو في function واحد تكتب functions، إذا هو يكتب ثلاثة function يزيد الثالثة تاخذ درجة الضغط، مو تكتب واحد تكتب structure file إلى واحد في درجة، يعني شيء ياخذ شيء رجعنا تكون محفوظة بالطريقة الصحيحة. الليوسين اللي هي الدار. الليوسين طبعا دائما نشوف ان الانتي ايجنج دراجز كوزنتس تحتوي على هذا السيكونس من الامينو اسيد، يعني الف كومبونس او اورجن او البروتينات السكر اللي تحتوي على الليوسين هي كلش مهمة بنفشل للسكيل. اوكي، بون هذه شلون فيرنج هي تكون تقصد بين السيلز اللي موجوده، فالليوسين تكون تفاشن بهذه العمليه. ليش انه الليوسين شلون تدخل عمليه تكون جزء من السكين بالبون، هذه المجموعه اللي هي مجموعه هذه جدا مهمة في الارتباط بالسيكونسات بحيث انهم تكون هي السيكونس للبروتينات المهمة في السكين دوت البول اللي تقدر انها تسوي بوندنج هي ايضا امينو اسيدز. الايزوليوسين يدخل هنا جدا مهم في السنتسيس للهيموجلوبين، الايزوليوسين يدخل هنا جدا مهم في عملية السنتسيس للهيموجلوبين.
هاني دوريت اشوف الستركتشر بالنسبه للميوسيك والايس كوفيسيك هو ما عنده ذاك الاختلاف وانما فقط انه بس يحكي الواحد على مجموعه تكون واحد مطلوب الثاني لكن الهيموغلوبين ما يحتاج هذا الوجه السريع الزمن الداخل الوجه المرضى ما يحتاج هذا الستركتشر وانما يحتاج هذا عملية الارتباط بين السيكوز للأدر كمباس حتى يسوي لها الأكشن ويخلق لي الهيموغلوبين حتى يربط مع بقية الأمينو أسيد الهيموغلوبين كافي سؤالي كافي سؤالي البرولي قلنا احنا مركب الحلقه الوحيد اللي هو داخل ضمن الستركتشر انه الحلقه مع مجموعه الكربوكسيل والمج هذه الخاصيه انه يكون هو كريتيكال كومباوند تو فارتنج ايدز تو انجوين هيل كيس اوف ليجمنتس كيب تو ذا مسل سيتروس يعني حتى هذا الستركتشر الحلقي مالته اللي كومباوند ما يخلي انه يدخل مركبات تعمل راح تكون عملية الارتباط على درجة الام فالام راح ترتبط سوي جوني ويا أدر أمينو أسيد وهذه الخاصية تنطي إنه يدخل بالبروتكتيف بالبون بحيث إنه يكون يسويها كيف المصص بالنسبة للسوري لمن البون الهارت يكون غريب سترونس هذه الخاصية للبون ولذلك تشوف كل البيتابيز اللي موجودة للهارت اللي يدخل البون كصفة أساسية بها بتركيبها اللي موجود ضمن المكونات محتويات الفيتامينز اللي تقوي الهارت التصنيف الثاني هو الاروماتيك ريسيديو يعني معناته النهايه بتحكي على النهايه الاروماتيه البانل الالمين البانل الالمين يدخل لي قلنا بما انه مركب حلقي فاذا هذا يعتبر جدا مهم كستراكشر وانه ما تجي مركبات تدخل وتفكك لي الحلقه والستراكشرات اللي مرتبط بها فدائما نلاحظ ان النيرفس سيستم يحصل على هكذا المركبات لاكثر يكون استقرارية فكلش مفيد بنفسيا في هذا النيرفس سيستم اوكي نستخدموه بالادويه اللي تساعد على تقويه الداتا الميموريز اوكي والليرنينج اللي هو الفنل الاثنين اضافه لانه اصلا موجود يعني اصلا هو موجود كستركشر موجود داخل الجسم او حتى لو اخذها كسبلمنت فهذا يساعدني كلش مهم بالنيرفس والبرين وال يعني تساعد الذاكره الجلسه اللي تطبع بالصيدليات انه قويه الذاكره طبعا هو ما يدخل انه كفنل الالمين امينو اسيد لان احنا قلنا هذا جدا مكلف كحامض امينين انه دخله وانما شو يسوون ياخذون مستخلصات هذه المستخلصات اللي هي عباره عن اعشاب او مركبات كيما تحتوي على الفنل الالمين من ضمن الستركتشر مالتها تساعدنا بانه على البروتكتيف افكت تنطي لك هاكي للنيرفس سيستم وانا وليس هو كفنل الالمين اخذ كامل دايركت وادخله كدرابس او كسبلمنت اوكي احنا من احكي انه هذه الامينو اسيدز هي تدخل من ضمن سيكوز ستركتشر موجوده ب الاكستراكشن مستخلصات او المركبات الكيميائيه المصنعه. التيروسين ايضا نستخدمه كانكريز الانرجي، شلون انكريز الانرجي؟ انه يدخل ضمن عمليه الميتابوليزم للجلايكوليسيس ويدخل ضمن التفاعلات تحويل الانزيم تحويل المركبات الجلوكوز فركتوز 1 6 اوكي فوسفور يقع
تكوني المركب الاخر يعني حول الاظهر جات اخذه ان شاء الله بالكورس الثاني. فالميزان المسؤول يحتاج الى عمليه التيروسين حتى يحصل لي الانتي برودكت للاي تي بي بالصوره الصحيحه. بعض الاحيان نستخدم التيروسين انه كتريتمنت للدبريشن. ايضا نقول شلون يدخل على هذه الطريقه انه نستخدم المستخلصات اللي تحتوي على هذا التيروسين اللي هو ايضا موجود بالدم. فهذه الكميه طبعا الكونستريشن مالته يساعد انه يستخدموه كانه يسوي لنا انهبيشن للريسبتورات بحيث انه يساعد كانتي دبريشن. الثيرد اروماتيك امينو اسيد اللي هو التريبتوفان هنا أنا ايضا جدا مهم بتكوين السيروتونين. والكل انتم ماخذين هذا البروتين وعمليه السنتسيس ايش قد مهمه وايش قد مهم هذا ويدخل لنا عن في ميتابوليزم والباثواي لكثير من التفاعلات والرياكشن اللي بداخل الجسم. فلذلك التريبتوفان يعتبر كمركب لانه يعتبر مركب حلقتين فيدخل الفانكشن للسيروتين سينثيسيس عملية تخليقه. لو نلاحظ جدا العمليات اللي مهمة هي النيرفس سيستم ما اقول انه الجلايكولايسيس واللايكوجينيسيس والعملية النيوتريشن هي ما مهمة لا، بس الاشياء اللي هي بتكون دقيقة اللي هي النيرفس سيستم وعملية السينثيسيس لبعض البروتينات اللي المهمة للنيرفس سيروتونين وهذه شوفوا اللي يدخل بها المركبات والامينو اسيد هي دائما اللي هي تحتوي على المركبات الحلقيه حتى يساعد على انها تكون اكثر استقرارا. ايضا يساعدنا على البروتين تسكيب اي و كونفرشن اوف سيروتونين اللي هو الانزيم المهم طبعا دائما تكون نسبته تركيزه اللي هي اثناء الليل جدا مهمه. طبعا تعتمد انت على الانسان هو شلون عمليه نومه، هل هي الطريقه الصحيحه يعني نام هو ساعه من 10 ساعه عدنا حد نام 12 لو بصراحه من 5 الصبح نام من 5 الصبح ل 12 الظهر نام انقلب يعني مثلا هو شلون لا هي هذا يتخلى خلال هذه التكوين عمليه النوم وبالليل بحيث انه يعطي التركيز الصحيح. من تنقلب الاول وانا اسهر وانا اقعد الصبح وانام الصبح او الظهر واقعد العصر لحتى هذا التركيز يكون جدا متقلب وما يعطي التركيز الصحيحه. هذا اللي يسوي مرات عمليه الاكتئاب يصير عندنا انه يوم لما يكون باليوم الصحيح العصبيه هواي اشياء تتغير بحياتنا. من احنا نغلق النوم مثلا انا اسهر الليل واقعد وانام الصبح هي الساعه 90% من عندنا كليتنا بيصير هذا الشيء. احنا كليتنا قاعدين من 5 الصبح وخصوصا بالعطله وننام لحد الساعه 3 الظهر وهنا احنا يعني كارثه بالنسبه للسيروتين. ايضا يدخل الستيميليت للجروث هرمون وهذا جدا مهم. وقلت لكم شوفوا على التريبتوفان في مرض حامض امني جدا مهم يدخل باشياء دقيقه اللي هي المهمه في داخل الجسم اللي هي ستراكشر. البولر اللي هي النان تشارج ريسيديو اللي هي ناخذ المركبات السيرين. السيرين ايضا يدخل كفانكشن اله هو very important للجلايكوجينيسيس امينو اسيد اللي هو يشارك بالفاليوم والانزيم هذه الصفر. وايضا مينتنس للبلاد شوجر ليفل. مينتنس للبلاد شوجر ليفل انه يحافظ على مستوى وليس يعالجه يعني من مو اخذه كمعالجه وعندما في كنترول مينتنس يحافظ عليه انه يدخل في المستشفيات اللي يتكلمون عمليه الميتابوليزم بالنسبه للجلوكوز. اوكي ايضا يدخل بالميون سيستم البوست اوف الميون سيستم والمارين شيبس تو ذا كونتينس اوف سي برين. فهذه تعطينا
صفات مهمة جدا بالنسبة للسيري، وكلية هذه تشترك نتيجة الستركشر اللي يحتوي على الشحنة السالبة النيجاتيف تشارج، هذه اللي تساعد انه هذه الخاصية. لو الاحظ انه الامينو اسيد اللي دائما تدخل يعني داخل بالميون سيستم، الاحظ انه دائما يحتوي على المركبات اللي تحتوي على نيجاتيف تشارج، مو كلها بس اغلبها، لان هي ترتبط امينو يعني مثلا في امينو اسيد، اربع امينو اسيد تحتوي وحده مع الثانيه، اوكي، وتكون بالنهايه البروتين او الريسبتر المعين. الثريونين اللي هو جدا مهم to the formation of the color gene. Okay. أيضا prevents the fatty deposit liver وأيضا اللي يعطينا produce من الانتيبودي. فإذا ثلاث شغلات إنه جدا مهمة الثريونين راح يكون فيها اللي هي formation of color gene و prevention fatty deposit in liver. اوكي، واللي هو الوحيد طبعا من الامينو اسيد اللي يدخل هذه العمليه والبروديوس الانتي بودي. اوكي، وايضا لو لاحظ ستراكشر الى ان هي وجود الشحنه جذره الاكسجين هي اللي تساعده بانه يدخل بهذا الفانكشن. طبعا من هنا اقول الفانكشن يعني انا تخيل وياي يعني دا احكي عن بروتين، ما دا احكي عن امينو اسيد وحده، هذا الامينو اسيد الوحده يرتبط ويا 100 امينو اسيد، اوكي، وتكون لي ريسبتر بروتين ينطي الوظيفه للجسم. فمثلا وجود هذا بنسبه معينه في هذا البروتين هو يساعدني على هذه الفانكشن اللي يقوم بها. من داخل وجهكم بالسيروتينين، سيروتينين بروتين هو معناته ايش قد نسبته موجوده بهذا البروتين، فاذا لازم تكون نسبته عاليه حتى يؤدي هذه الوظيفه مثلا بالسنتسيس مالته. السيستين بروتكتيف اكيرنست راديشن فولوشن اند الترا فايولت ديتوكسيفيكيشن اللي تطرقت لها من بدايه المحاضره. السيستين نتيجة وجود مجموعة الثايرويد اللي من ضمن الجلوب، شو تسوي؟ تستبدل مع الجذور الحرة اللي هي نعرف احنا الفري راديكالز، اوكي، الـ OH والأخير اطلع برا من بداية المحاضرة إلى هسه كم مرة نبتك أنا على التليفون؟ المنزلة ما اعتقد انت تلاحظ ان الملزمه دي انت تقلب انت تقلب انت انا يعني بعدني انا ساعده بالصفحه واقفه. السيستين قلنا بما انه يحتوي على مجموعه الاس، اوكي، هذه الاس تستبدل بالجذور الحره اللي هي الاو اتش، اوكي، اشلو او2 نيتروك اوكسيد، قد تكون من هاي يحصل عليها نتيجه تعرض مصدر العوالم اللي هي تكون والراديشن اشعه، اوكي، الالترا فايولت الشمس، هذه كليتها تنطينا فري راديكال تدخل للجسم لكن تكون توكسيك. وهو شو يسوي؟ ينطينا في البروتكتيف يتحد مع هذه الجذور الحره ويستبدلها بحيث انه ينطينا في النظام حمايه هذا الحامض الاميني، وهي وظيفه جدا مهمه بصراحه خصوصا لجماعه المدخنين. الميثيونين اللي هو يعتبر عن انتي اوكسيدنت، ايضا وظيفته ما تقل اهميه عن السيستين. ليش؟ لان هو كانتي اوكسيدنت اللي معناته راح يسوي لنا نظام حمايه رئه الاوكسيدتيف ستريس، لان احنا نعرف انه هذه الجذور الحره يعني جدا خطره، اوكي، على الجسم. ايضا هيلث بريك داون للفاتس اند ايس انتروديوسينج مسل ديجنريشن، واضح؟ فالميثيونين اضافه الى انه يعتبر انتي اوكسيدنت مثلا يدخل مع تفاعلات الجذور الحره، ايضا يساعدنا انه يكسر لنا البريك داون للفاتس، اوكي، اللي يهدد يكون المسل ديجنريشن. الاسبارجين الاسبرجين حقيقه
هو يدخل الوظيفة وحدة اللي هي من ضمن النيورو ترانسميترز، هذه جدا مهمة وهي الوظيفة الواحدة نتيجة احتواء على 3 اتومز اوف اوكسجين من ضمن السكر الشرمادة، انطت هاي الخاصية بحيث يدخل هذه الفانكشن. الجلوتامين، ما يقل أهمية عن بقية الفكرة، هو كلش مهم لو أشوف الفانكشن إله. ما يقل أهمية عن بقية الأحماض الأمينية، لكن وظيفته تنتبه إليه إلى أنه essential for helping to maintenance normal and steady blood sugar levels. Maintenance normal عن steady blood sugar levels، بينما الحمض الأمينية اللي سبقها قلنا فقط هو يحافظ على maintenance blood sugar control، لكن هنا معناته أنا أقدر الجلوتامين رح يدخل من ضمن الدرجز بحيث انه يضاف الى حتى يسوي كنترولينج كدرجز. هيلبس للمسل سترينث، اوكي، ايضا يدخل انه يعطينا بوست انرجي تو سمول انتستنس، واللي هي ما مو اي حمض امين يقدر يكون موجود بهذه بالانتستنس بحيث انه يعطيني الانرجي مالتي نحن بالبلاك او الايسيد ولا حناخذه ولا حيصير يكون بالمصص لو داخل الأمية حتى نعرف أن هذه العملية ولا حتى إلا بهذا الوحيد اللي هو رح يعطيني الإنرجي بالإنتنسس. الأمينو أسيد البوزيتيفلي تشارج أمينو أسيد اللي هي اللايسين والأرجينين. اللايسين يدخل من ضمن المسل بروتين، اوكي، فور كومبونس اوف مسل بروتين اس نيدد تو سينثيسز انزيمز اون هيلث هرمون. حقيقه لان هي اكبر ستراكشر الموجوده داخل الجسم هي نعتبرها الانزيمز اللي بعدين تجي وراها الهرمون، اثنيناتهم في تركيب معقده مو سهله، وهذين التركيبين يدخل في اللايسين في عمليه السينثيسيس الى ان هو مهم جدا، يعني احنا نعرف ان الهرمون هو اللي يسوي مطوان في الجسم كله، والانزيم هو اللي يدخل بالباثوي، كل انزيمات يدخل بالباثوي للميتابوليزم الجسم، فاذا هو سيطر على العمليه الكامله بالجسم، فاذا السكر لازم تكون جدا مهمه ومسيطر عليها حتى يسوي عمليه السينثيسيس للهرمون والانزيم. ايضا يدخل بالاسنشال هيلثي نيرفس سيستم، اوكي، الفانكشن ايضا. الارجينين، اللي هو يدخل ايضا بالنيورو ترانسميترز وايضا كديتوكسيفيكيشن هارمون كيميكال. بعض الاحيان واحنا نشتغل بالمختبر، انت تشتغل بالباكر ما شاء الله كصيادله بالمواد الكيميائيه راح تتحضر عندك بعض الدراجز، فأكيد أكيد رح تتعرض إلى مواد سامة اللي هي هارمفول كيميكال نستخدمها. شلون أني أسوي بروتكتيف إيفكت إنه يساعدني مستوى الأرجينين اللي موجود داخل الجسم إلى إنه يتحد مع هذه المواد؟ قد بالملامسة تكون يعني صار عندك توكسيك، أو عن طريق الشم، أو صار تذوق. فمستوى الأرجين طبعا إذا كانت الكميات قليلة، بس إذا كانت مستويات عالية لا، إحنا نحكي في مستوى خطورة، فش راح يسوي؟ يسوي نفرتكتب إفكتية هذه الكيميكال كومباوندز بحيث إنه يتحد معها ويؤدي إلى أنه يثبط عملها. من أقول يثبط عملها يعني يسوي لها بلوكينج، يشتغل بالطريقة الصحيحة اللي هي تؤدي إلى التوكسيك. أما إذا كانت مستويات تكون قليلة لا، في هالحالة إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي توكسيك. أيضا انه الارجينين يدخل من ضمن الدي اي سينثيسيس، انتبه الى انه دي ان اي سينثيسيس وليس سيكونسينج. سيكونسينج يعني مكونات الدي ان اي، السينثيسيس لا، يعني عمليه تخليق السينثيسيس تكوينها، اوكي، مو مكوناته تكوينها. شلون راح يصير السينثيسيس؟ واللي هي العمل اللي ناخذها بالمولكيولات، شلون راح تكون الكودونات من الدي ان اي بحيث انه يكون لنا الدم. الارجينين يكون كعامل اساسي الهرم. الهستادين
يكون نسبته موجودة هاي concentration بالهيموغلوبين. لذلك قلنا هذا سمي أمينو أسيد إنه إحنا في بعض الأحيان الجسم ما يحتاجه. فعملية إنه إضافة بكميات أكثر تؤدي إلى أنه يكون توكسيك. أوكي؟ يستخدم في تريد الأنيميا. ليش؟ لأنه هو أصلاً موجود بالهيموغلوبين. أوكي؟ ويستخدم في بعض الأحيان في تريد الروماتويد أرثرايتس. طبعاً الهستاتين يعني هو الوحيد من الهيموغلوبين الأسيدي ممكن إنه يستخدموه كتابلت سبعينات واحدة على عكس بقية الأمينو أسيدز اللي هو تتحد مع بعض المركبات حتى تساعده لأنه تؤدي الفانكشن إلى فلذلك من أنا أجي أسوي ستراكتشر أسوي كومباوند فمن اسوي الكيميكال كومباوند بحيث اني اريد استخدم التريتد لازم انتبه الى وظيفته مثلا هو وهي من اجل داخل انسان بديله حيسوي بايندنج ويا يا الريسبتر وهذا الريسبتر او البروتين مش يحتوي الامينو اسيد قد يكون كمجموعه فعاله بايندنج يؤدي الوظيفه مالته فلذلك هسه اشكال العلماء اكتشفوا برامج بهاي نظام الدوكينج بحيث انه يسهل على الباحثين قبل كان انه يكتشف الطالب الباحث يكتشف المركب انه يسويه خلاف يجري عليه عده تجارب حتى يشوفه هو صح بيسوي بيثبط مثلا البروتين او بيسوي اكتف بروتين بحيث يكون تريتمنت هاي البرامج يعني تنطيلها بدي نقول 70% من التصور بانه هي تشتغل او ما تشتغل شلون؟ بانه نجيب نتخيل الستركتشر لهذا الكومباوند يحتوي على هاي المجاميع الفعاله والبرنامج هو اصلا مغذى بجميع البروتينات من الانزيمات اللي موجوده بداخل الجسم. فهو دايركت شرح يقول مثلا روح اشتغل لي مثلا على جماعه الكوكس روح اشتغل على جماعه الكانسر شنو هي البروتينات اللي تنقل عند الكانسر واللي اقدر استخدمها انه المفروض اسوي لها انهبيشن او بلوكينج بحيث انه ما تزيد حتى تزيد الكانسر فيروح يشوف يصير ارتباط وياها لو ما يصير اذا صار ارتباط ونسبه الدوبين مالته مثلا صعدت فوق 70% فاقدر اشتغل هذا المركب وابدي اشتغل عليه وبعدين ابدي اشوف الاكتيفيتي البيولوجيكال اكتيفيتي مالته هل صح؟ لا طبعا نسبه 60% من المركبات اللي هي تطلع عندها من الدوبين تشتغل يجوز ما تشتغل و40% من عندها هي ما تشتغل تشتغل اوكي بس طبعا اكو من يظل يسعى لانه يطور هذه المركبات يسوي لها فد فورما جديده هذه يطور هذه المركبات الى ان يوصل الى فد ستراكشر معين بحيث انه يستخدمها كدراكس اوكي الاسبرتين هاي كلها جبناها على الهستاتين انه كحامض اميني اقدر استخدمها كتريتمنت بالنسبه للانيميا وجماعه الروماتيزم الاسبارتيد ابي يساعدني بانه يسوي نظام حمايه للدبر وايضا يسكت بالكينه والار ان اي ميتابوليزم ايضا انت من هناك الدينا والار ان اي ميتابوليزم ليس سنتسيس ولا سيكومونيه مع عمليه الميتابوليزم بالدينا ولا الار ان اي ويدخل بالدينا سيستم زين شنو الدينا والار ان اي ميتابوليزم ايش يسوي الميتابوليزم وانا اريد اقوم من الار ان اي دي ان اي حتى استفاد من الجسم بعض الاحيان احنا نستخدم هذه البايوثيرابي هي جين ثيرابي هي عمليه انه ادخال راندوم من الدي ان اي بحيث يشتغل على ريسبتر معين فعمليه الميتابوليزم لهذا الدي ان اي او الار ان اي حسب الاختيار اللي هو اختاره راح هو اغلب انه يكون ار ان اي يمكن اكثر استقراريه فلازم تكون عمليه ميتابوليزم بحيث انه ينطي النتيجة النهاية مثلا يسوي نفذ بلوكينج لبروتين معين يدخل العملية الاسبارتيت بهذه العملية وايضا يدخل بالميون سيستم فانكشن الجلوتاميت اللي هي ايضا جدا مهم ليش؟ لانه يساعدني وجود اربع ذرات مياسين بعملية الدي ان اي شوف العمليات المهمة هي الميون سيستم البروديوس اوف انتيبادي اللي هي الدي ان اي سنتسيس دي ان اي ميتابوليزم شوف دائما يحكوا على المجاميع
اللي تحتوي على الأكسجين أو تكون مجاميع حلقية حتى تؤدي وظيفتها بالصورة الصحيحة. لهنا من هيك